انا حسين الناظر رئيس جمعيه الصعيد للتنميه الفاعله في الاقصر. يعني احنا النهارده يعني جايين كمجتمع مدني نشارك المجلس القومي لحقوق الانسان في التاكيد على اهم يعني الملاحظات على حقوق الانسان في مصر. يعني بنقول ان هناك الكثير من الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه قبل الحقوق المدنيه والسياسيه، لان هناك خلط ما بين يعني المفهوم نفسه، هناك خلط في المفهوم نفسه عند الناس. الناس فاكره ان حقوق الانسان معناها حقوق مدنيه وسياسيه فقط، سجون وانتهاكات في اقسام الشرطه، ولا احنا بنقول الحق في التعليم حق اصيل من حقوق الانسان، الحق في الحصول على الصحه، الحق في مياه شرب امنه ونظيفه، الحق في طرق سليمه، الحق في خدمات، كلها دي حقوق اساسيه. المواطن المصري النهارده يعني كتير جدا يعني تحت خط الفقر في مصر، الكثير جدا لا يحصلون على مياه شرب امنه ونظيفه، الكثير جدا من الاطفال لا يعالجون معالجه جيده، الصحه هناك يعني تهديدات كثيره جدا بتواجه المواطن المصري، هناك غياب عن مظله التامين الصحي على عدد كبير جدا من المواطنين خاصه في الصعيد، نسبه الفقر كثيره جدا، انتهاكات شديده جدا، فقر شديد. عشان كده نحن نؤكد على ان الحقوق المدنيه والاقتصاديه التي كانت احد مسببات الثوره المصريه وتلخصت في مفهوم عيش، حريه، عداله اجتماعيه، قبل وبعدين اخر حاجه كانت كرامه انسانيه. الكرامه هي الاحترام، احترام الانسان وادميته. احترام الانسان وادميته لا تاتي ولا تتاتى الا باحترام هذه الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. احنا بنقول لا احنا بنقول ان مصر لن تبنى بناء قويا وسليما الا اذا كان المواطن المصري قوي. المواطن المصري هو اللي بينتج، المزارع او الفلاح اللي بيزرع، المعلم اللي بيعلم وبيدرس، الطبيب اللي بيعالج، كل دول لابد ان ياخذوا حقوقهم. النهارده شايفين احنا الاطباء عاملين اضرابات عشان خاطر حقوقهم ومساواتهم في الاجور، الشهر العقاري عاملين اضرابات عشان خاطر مساواتهم في الحقول، في الشهر العقاري ايضا عاملين اضرابات عشان خاطر يطالبوا بحقوقهم الماليه من وزاره العدل مساواه مثلا بالعاملين في الخبراء او العاملين في وزاره العدل عموما. برضو المزارع والفلاح النهارده تعال شوف 6 طن القصب بكام، تعال شوفي الموز بتشال من الحقل بكام، تعال شوف الطماطم اللي تتباع ب 4 و5 جنيه وساعات 12 جنيه بتتاخد من المزارع في حقله بكام، كلها حقوق. تعال شوف المزارع بيعاني قد ايه من الاسمده، بيعاني قد ايه في مياه، في المياه بتاعت الزرع، بيعاني قد ايه في شراء السولر او البنزين اللي بيشغل الموتور بتاع الميه اللي او المكنه بتاعت ميه الشرب، ميه الشرب او ماكينه الري. كل دي انتهاكات كبيره جدا بيعاني منها المواطن في الصعيد، بيعاني منها المواطن المصري في بلاد في الوجه البحري، بيعاني منها المواطن المصري في كل مكان في مصر. احنا بنؤكد على ده وبنقول ان لابد من احترام ادميه الانسان المصري، ولابد من التاكيد على حق الانسان او المواطن المصري في حياه كريمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاج عباس الحداد رئيس لجنه المصالحات في نقابه الفلاحين في محافظه الاقصر. والله احنا في الملتقى النهارده جايين عشان احنا حد يسمع صوتنا على الاقل. يعني احنا اولا محروم في الصعيد، محرومين بكل ابسط حقوق الانسان، تمام. بالنسبه للناحيه الزراعيه لو جينا نتكلم فيها، تمام، كلها مشاكل، تمام، من ناحيه السماد، من ناحيه الغلاء، من ناحيه لو بنك التنميه ده لوحده عايز حلقات، تمام. بامانه يعني احنا محرومين جدا جدا من ابسط حقوق اللي في الصعيد عندنا، من ناحيه الميه، من ناحيه التنميه الزراعيه، تمام. ما حدش بامانه سائل نهائيا علينا في كصعيد، تمام. فنتمنى من خلال الملتقى ده نعرض مشاكلنا، تمام، على اساس نلقى لها حلول ان شاء الله في القريب العاجل. يعني